ما في حاجة مستحيلة، الواحد يقدر يسوي الشيء اللي يبغاه، يؤمن بنفسه ويؤمن بقدراته وحيوصل. أخصائي علاج طبيعي، في نفس الوقت مدرب كاليستينكس، لعب جمبازية، محترف في هذه الرياضة، لي تقريباً 3 سنوات. تدريبي اليومي أبدأ أسخن أول حاجة، وأبدأ أسخن منطقة الجذع اللي هو الظهر والبطن. بعد كذا أبدأ في تماريني. الرياضة هذه ماني ماخذها كهاوي، ماخذها كمحترف. لي عدة مشاركات خارج المملكة. 2017 في الكويت أخذت فيها المركز الأول، 2018 في أستراليا أخذت فيها المركز الثاني. تقريباً الرياضة هذه مكونة شخصيتي ومكونة حياتي. أنا بدأت الألعاب الجمبازية وأنا عمري 25، ومو مهم العمر. بالنسبة لي العمر ما يتحدد برياضة معينة، خاصة في رياضتي أو أي رياضة ثانية. أول حاجة بدأت رياضتي أشوف ناس في السوشيال ميديا، الرياضيين اللي كنت أشوفهم في السوشيال ميديا كنت أشوفهم يسووا أشياء يعني سوبر هيرو. يسووا هاند ستاند، هيومن فلاج، أشياء يعني جداً الواحد لما يشوفها أول ما يشوفها يشوفها إنها صعبة. لكن أول ما بدأت وجربت إنه لازم الواحد يغلط يغلط ستيب باي ستيب لين ما يوصل للشيء اللي يبغاه. الواحد طبعاً في البداية بتكون صعبة عليه، مو عارفها. كل مرة أشوف حركة جديدة وأحط في راسي حركة معينة أبغى أحاول أسويها فتطلع، تحاول تجرب تطيح تقوم تحاول مرة ثانية تقرب منها تتحمس لين ما تجيبها. بس عادي الواحد يصور نفسه، دائما الواحد يخطأ عشان يوصل للشيء اللي يبغاه. اللي علقني أكثر في هذه الرياضة إنه عندك قوة، في نفس الوقت القوة هذه اللي عندك تقدر توظفها وتقدر تطلعها بجمال. الواحد لما يسوي حاجة يحبها يبدأ يحس إنه يبدع فيها أكثر ويكتشف نفسه أكثر. الرياضة رتبت حياتي، رتبت نفسي أكثر، ورتبت حتى جسمي، وما أتخيل نفسي بدون رياضة. أقول لكل الشباب إنه ما في حاجة مستحيلة، الواحد يقدر يوصل للحاجة اللي هو يبغاها، لكن أهم حاجة يؤمن بنفسه، يؤمن بقدراته. كلنا قادرين على نسوي أو نوصل للشيء اللي نحن نبغاه.